اختتمت في طهران أعمال المؤتمر الدولي للشخصيات العلمية والفقهية في العالم الإسلامي الداعم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة الكيان الصهيوني. وقد أكد المشاركون في المؤتمر على أهمية اتخاذ نهج وآلية مشتركة وموحدة من قبل البلدان الإسلامية لدعم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وسط إدانات واسعة لكافة أشكال الاعتداء الصهيوني على الأهالي في فلسطين المحتلة، اختتم المؤتمر الدولي لعلماء الإسلام لدعم المقاومة الفلسطينية أعماله في العاصمة الإيرانية طهران. المجتمعون من علماء وفقهاء ورجال دين بحثوا على مدار يومين أزمات العالم الإسلامي عامة وسبل دعم المقاومة الفلسطينية خاصة. نعلن للجميع أننا قمنا بتسليح الفلسطينيين وحزب الله للدفاع عن أنفسهم لهزيمة إسرائيل. رغم تعرضنا لحظر شديد، يجب على المسلمين جميعا الدفاع عن الفلسطينيين، وينبغي لإخواننا السنة أن يكونوا سباقين في هذا المجال. تأسيس جبهة إسلامية تضم مختلف اتحادات علماء الإسلام هدفه كما يقول المجتمعون تعبئة العالم الإسلامي ماديا ومعنويا لدعم المقاومة الإسلامية عموما والفلسطينية خصوصا. خرج المؤتمر بإنجازات مهمة. الإنجاز الأول المهم تأسيس الجبهة العلمائية المتحدة لدعم المقاومة الإسلامية، والإنجاز الثاني التأسيس لحركة عالمية إسلامية لدعم المتضررين وضحايا الإرهاب الصهيوني والإرهاب التكفيري، والأمر الثالث تأسيس جمعية خيرية إسلامية تهتم بشؤون المسلمين. أنا لاحظت في هذا المؤتمر أن الأخوان علماء السنة حضورهم كان كثيف، وهذا يدل على أن هناك في بوادر بين الوحدة الإسلامية بين إخواننا السنة والشيعة، وهذا هو الإسلام. الإسلام الصحيح هو إسلام اللي فيه الوسطية والرحمة. الإرهاب والتطرف وجماعات الفرقة بين المسلمين، يقول المشاركون، هي أدوات استعمارية هدفها تمزيق وحدة الأمة الإسلامية. مشكلة الإرهاب الداعشي والإرهاب الصهيوني واحدة، هم شخص واحد في وجهين أو في عملة واحدة في وجهين. هذا إرهاب صهيوني يهودي، وهذا إرهاب يدعي الإسلام والإسلام منه بريء. يزورون الحقائق، يفترون على الله، يفترون على الناس. لذلك هذا إرهاب مطابق لهذا الإرهاب، واتفقت المصالح. المؤتمرون أكدوا على ضرورة أن يكون للعلماء دورهم الفعال في حل أزمات المنطقة باعتماد حلول إسلامية سلمية، لأنهم أصحاب القرار في الوحدة الإسلامية. كان لابد لهم من قول كلمة تعيد للمقاومة صورتها في وجه مؤامرات أعداء يطرحون الإرهاب بدلا عن المقاومة الشريفة. عباس نشاب، قناة الكوت، طهران.